صباح الخير يا باشا. ازيك يا فتح؟ انا بخير الحمد لله. ايه مالك شكلك قلقان؟ لا ابدا، بس يعني مستغرب شويه. يعني من ايه؟ يعني ان سعادتك تعوزني وتكلمني مخصوص وتقول لي محدش يعرف، دي حاجه تقلق. وانا عملت حاجه غلط ولا حاجه يا باشا؟ تشرب ايه؟ متشكر يا باشا، يدوم. اصل انا خدت بالي انك تعبان ومتضايق وما انتش مبسوط في حياتك. مين قال لي سعادتك كده؟ انا عرفت، وعرفت كمان انك مش مبسوط في جوازك. وانا بقى علشان بحب الناس اللي بتشتغل معايا، فما احبش ان حد من رجالتي. مش انت برضو من رجالتي يا فتحي؟ يا باشا انا خدامك. علشان كده بقى انا ما احبش ان حد من رجالتي يبقى تعبان او متضايق او مش مستريح في بيته، لان طبعا لو الراجل مستريح بيبقى ناجح في شغله. يا باشا انا مش قد الكلام الكبير ده والله، انا حاسس ان انا عملت حاجه غلط. بالعكس، ده انا قررت انك تتجوز. اتجوز؟ مش بس كده، انت كمان يا فتحي لازم تكبر. تكبر وتبقى حاجه عظيمه، بس بشرط. اشرط يا باشا. انا هخليك تحقق كل اللي كان نفسك فيه وتتمناه. هخليك تبقى فوق، فوق قوي، وتبص على الناس من فوق وتبقى شايفهم زي النمل تحت رجليك. بس بقى لو عوجت لي رقبتك واديتني ظهرك مش هرحمك. يا باشا انا من ايدك دي لايدك دي. بس يعني حسن؟ وهو حسن يعني يا باشا يرضى ان انا اكبر وكده؟ حسن مين يا ابني اللي يرضى واللي ما يرضاش؟ اللي انا اقول عليه هو اللي يتنفذ. شمس يا شمس، شمس بقولك ايه، ما شفتيش نوح فين؟ هو مش فوق اوضته؟ لا. يبقى اكيد مع فوزيه صح؟ هي فوزيه فين؟ عمتي طلعت وسايبه ولادها معايا. نعم، يبقى نوح فين؟ ريتال، ريتال يا ريتال. ايه في ايه؟ فوزية انا مش لاقية نوح يا فوزية، وريتال مش موجودة في البيت. نوح ايه؟ يا حبيبي يا ابني يا نوح. نوح يا حبيبي يا ابني، هاتيه يا عمتي، هاتيه يا حبيبي. يا روح ماما. مالكم في ايه؟ انا قلت اخد الواد يعني يشوف ابن عمه ويطل عليه. ما قلتيش ليه انك طالعه واخده الواد معاكي؟ قلت اخده يونسه شويه. زينب بحلف ان انت اللي ما قتلت ابني. انت لسه مصدقه الكلام ده؟ ما تحلفي يا زينب، قولي وحياة نوح انا ما قتلت عبد الله. احلفي يا عمتي. اقسم بالله العظيم انا ما قتلت عبد الله، ولا فكرت في يوم من الايام ان انا اذيه حتى. يا ريتال قبر ابنك اهو، ونوح اهو موجود كمان. لو مش مصدقه احفري النوح وحطيه جنب عبد الله، ولا اقول لك انا احفر القبر بتاع نوح جنبه وبايديا دول الاثنين. عارفه ليه يا ريتال؟ عشان لازم تفهمي ان انتي اغلى عندي من ابني. ايوه يا ريتال انا ممكن اخلف تاني، بس مستحيل انه يبقى ليا اخت زيك تاني.